هي النبوية لمن أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار، نعم، أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه، يا الله، وكل مرض، كل كرب، كل ضيق، جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار. يلين القلب يا شيخ، يلين القلب، تتسهل لك كل مصاعب الحياة، تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور، تترتب أبناؤك يعودون، صحتك يبارك فيها، كل باب مغلق ينكسر قفله. أحبابي، يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، نعم، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية: ورزق من غير ما يحتسب. نعم. إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال: إني أريد الولد، قال: استغفر. آخر يريد التجارة، استغفر. لما أحبابي؟ لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا، كأنك تقول: أنا عبدك الضعيف، أذنب دائما، لكن يا ربي سألوذ بجنابك، وسأطرق بابك، وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني. وكم ذنب؟ ذنوب لا حد لها ولا عد، شيء نعرفه وشيء ما نعرفه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر، سيفرج، سيعطيك، سيعطيك، حتى والله عقلك يأتيه دهشة. الله إذا أعطى أدهش العقول، الله إذا أعطى يدهش عقلك. من كيف؟ طيب يا شيخ، هذا كربة، أنا مريض مرض، أنا مديون، أنا ولدي ضال، أنا ألزم الاستغفار، أنا عقيم، الأطباء يقولون لا ولد، ما يمكن في حمل، ما في حيوان منوي، ما يوجد بويضة، ما، يا أخي الحبيب استغفر، استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر، وعدك أن يفرج كربك. الله أكبر. فيا معاشر الأحباب، الله، الغنى بوابته الاستغفار، العافية بوابتها الاستغفار، الاكتئاب ذهابه بوابته الاستغفار، الحزن خروجه من القلب بوابته الاستغفار، الله، انشراح الصدر بوابته الاستغفار، صلاح الذرية بوابته الاستغفار. استغفار اللسان مع القلب، وليس تحريك اللسان فقط.